فنانة قديرة، قديرة بكل شيء الحقيقة. يعني أنا بحس إن هي حتى مجرد الجمل البسيطة اللي بتقولها على الشاشة تدرس، يعني عندها من الخبرة ومن الطلة ومن الحضور، الحضور اللي هو ليه ثقل، ليه ثقافة، ليه موهبة، وليه حاجات كتير جدا. مش ممكن أنسى صوتها وهي تقول قال الفيلسوف، الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز. مساء الخير، كل سنة وحضرتك طيبة. مساء النور، وكل سنة وانت طيبين، كل مصر طيبة بخير يا رب. يا رب. أنا دايما لما بسمع صوتك بحس بالقيمة كده الحقيقة وإحنا بنتكلم معاكي. قولي لي على يعني رأي حضرتك في منتدى الإبداع اللي بتتبناه المتحدة للخدمات الإعلامية. والله ده يعني رأي صائب جدا جدا، وبشكر الرئيس عليه إن هو لفت نظرنا كلنا لأن نهتم بالإبداع. أنا شخصيا لما بقابل شاب غاوي فن ويجي يقول لي أنا عاوز أبقى ممثل، بنصحه يروح يقدم في المعهد، أقول له ادرس لأن الدراسة هتثقل موهبتك، أو لو كان أقول له روح للنقابة وأيد نفسك. يعني بنصح كل شاب أو فتاة أقابلهم عاوزين يدخلوا الفن. الفن مش بس موهبة، الفن ثقافة طبعا، أساسا ثقافة. يعني لازم الواحد يبقى ملم بالفنون في العالم كله، وعنده فكرة عن كل أنواع الفن، ولما عشان لما يسند إليه دور يعرف يأديه صح. صحيح. ويقدمه بطريقة مقنعة. لا، ويبقى عنده ثقافة، يعني ثقافة الشخصية اللي بيقدمها. بالظبط. يعني لو هو مش دارس ومش قاري هيقدمها من بره بشكل سطحي. بالظبط. أنا أما بتجيلي أي شخصية بقعد أعمل عليها دراسة، ده اتعلم إيه؟ متعلم ولا مش متعلم؟ ده بيقول الكلام ده ليه؟ ولو لقيت جمل لا تتناسب مع الشخصية بتصل بالمؤلف وأقول له ما الست دي ما تقولش الجملة دي. صحيح. لأنها مش مثقفة، مجرد واحدة مثلا بسيطة. يعني ايوه صح، اللي هو لغه الحوار، لازم الحوار يبقى لايق على الفئه والشخصيه ومكانها فين. لايق على الشخصيه. صحيح. طب انا هرجع معاكي بسنوات قليله جدا في عمل الحقيقه من ابدع الاعمال اللي قدمت على شاشه التلفزيون، وهو ام كلثوم. حضرتك لعبتي دور ام السيده ام كلثوم، اللي هي كانت اساسا وبالذات الحلقات الاولى اللي كانت بتورينا طفله مبدعه في عائله بسيطه بيبداوا بالانشاء. أهو ده شبه الإبداع اللي بنتكلم عليه. يعني المتحدة النهاردة لما تتبنى موهبة زي سيدة أم كلثوم من طماي الزهيرة أو من أي محافظة في مصر، ممكن نشوف هذه المسيرة. ده صح. تفضلي، أنا بسمع حضرتك. أنا بقول لك ده صح 100%. لأن لما ألاقي أي موهبة، أنا لما ألاقي طفلة عندها موهبة لازم أساعدها. أنا لما بلاقي أي طفلة في أي مكان بتغني أو صوتها حلو كده، بشوف فين أبوها اللي جايبها وأقول له وجه بنتك عشان تستمر في الفن لأنها عندها موهبة كبيرة. فالواحد بيراعي ده ضروري ضروري. الإبداع ده محتاج ثقافة مع الموهبة. طب أنا هسألك سؤال برضو، وأنا عارفة ثقافتك ووطنيتك وإحساسك بمصر إن عايزة دايما الرموز تطلع وتبقى منورة، إحساسك إيه بالخطوة بتاعة المتحدة وإزاي هتفيد المجتمع؟ يعني هتفيد إزاي في الوسط الفني؟ إيه التغير اللي ممكن تعمله للسنوات المقبلة في الوسط الفني؟ منتدى المتحدة ده شيء عظيم جدا اتعمل، لأنه هيدي فرصة لناس كتير قوي تقدم عن طريقه. صحيح. يعني ما تبقاش الدنيا هايصة، يعني يبقى في قنوات شرعية كده، يعني تحتضنهم كمان وتلمع المواهب، يعني تلمع اللي عليهم وتوجههم يعملوا ايه. صحيح. اللي لسه ما درسش يدرس، توجهه يدرس ايه. اللي عنده موهبة موسيقية يروح معهد موسيقى يتعلم، اللي عنده موهبة فنية تمثيل يروح معهد التمثيل، وهكذا توجههم يعملوا ايه. اكيد. عشان يقدموا فن محترم. اكيد. الفنانة القديرة الجميلة اللي بنستمتع بكل ادوارك اللي بتقدميها، خبرة ورمز مصري رائع للمرأة المصرية. بشكرك جدا فنانة سميرة عبد العزيز، كل سنة وحضرتك بألف خير.